اتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن اسامه بكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه تقنيه النادي الاهلي في كل مكان. دايما بنقول عليه واحد من اللي اتربى بين جدران النادي الاهلي، دايما تشوفه تقول هو ابن النادي الاهلي. والدته الله يرحمها كانت احد كبار مشجعي النادي الاهلي، لفت بيه كل الملاعب، واحد من اللعيبه الكبار والمدربين الكبار الكابتن تامر حفني. في البدايه ربنا يرحم والدتك يا كابتن تامر، واحد من المدربين واللاعبين اللي اتربى على اسس النادي الاهلي، عارف يعني ايه الاسره وعارف يعني ايه ولاد النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي، وطبعا مش جديده ان احنا ربنا بيكرمنا بالبطولات على طول، والفرقه دي ما شاء الله يعني دي ثالث سنه عمل مجهود كبير قوي السنه دي، وربنا كل مجهودهم بالبطوله الحمد لله زي ما حضرتك شفته كانوا رجاله. من خلال البرنامج انا بشكرهم طبعا وببارك لقطاع الناشئين كله بالاول بطوله ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونشوف حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله باذن الله. الفتره الاخيره كانت الظروف صعبه والمنافسه صعبه جدا، الكابتن تامر موجود مع فريق 2007 في كل مباراه، الكابتن بدر قال له كابتن وليد خليك مع الكابتن اسامه، وانت عارف اغلب اللعيبه كلهم اعتقد ولادك، ده دايما اللعيبه تقول لي الكابتن تامر حفني ابويا، وانت دايما اللعيبه كلهم ولادك، فاعتقد كان ليك دور مؤثر جدا مع الكابتن اسامه زكي. والله الحمد لله طبعا، يمكن معظم الولاد انا كنت جايبهم من مدرسه الكوره ومربيهم وعارف سلوكياتهم وعارف اخلاقياتهم كويس وعارف ان هم لعيبه كويسه، بدليل الحمد لله دي ثالث سنه ياخدوا بطوله الحمد لله، ودي مش جديده عليهم يعني الحمد لله، ربنا يكرمنا ان شاء الله بيهم باذن الله كده ونشوفهم لعيبه درجه اولى في النادي الاهلي. كابتن اسامه زكي مش راضي يقلع الجاكيت الازرق، قلعه بعد المباراه، ايه اللي دار بينك وبينه اثناء الماتش يا كابتن؟ لا انا من اول ماتش بقول الجو حر يا كابتن اسامه، فقال لي لا لا انا تمام كده، فمش عارف الشيخ قال له كده يمكن ما تقلعش الجاكيت. ربنا يكرمه الحمد لله، ربنا كرمه النهارده وببارك له يعني من خلال البرنامج، وان شاء الله عقبال كل سنه كده ان شاء الله. عايز تقول ايه لاياد تامر؟ انا شايف اسره اياد تامر، بابا بيقول لي ابوه هو الكابتن تامر حفني. بقول له انت جون عظيم، وان شاء الله كده ربنا يكرمك ونشوفك في الدرجه الاولى لمنتخب مصر، وليه جزء كبير جدا بصراحه في نجاح الفرقه في الثلاث سنين اللي فاتوا، هو جزء كبير من الفرقه، وبصراحه انا بشكره جدا 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 على اخلاقياته وعلى التزامه وسلوكه داخل الملعب وخارج الملعب، وفعلا هو قيادي وفعلا حد محترم جدا، وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله من خلال البرنامج هقول لك ان شاء الله ده هيبقى درجه اولى للنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. اشكرك يا كابتن تامر وبالتوفيق دايما. حبيبي يا كابتن. حبيبي كابتن اسامه، النجاح مش لاعب ومدرب فقط، النجاح اسره واولياء.